عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة الكويت. وقد أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على استقرار وأمن الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وذلك كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى دولة الكويت في زيارة مهمة، وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مصر والكويت. ولدى وصول سيادته المطار الأميري بالكويت، كان في استقبال سيادته سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر المبارك الصباح ولي عهد الكويت وكبار رجال الدولة في الكويت، وكذا أعضاء السفارة المصرية في دولة الكويت. حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامان الوطنيان للدولتين. وعقب مراسم الاستقبال رحب سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بالعلاقات المصرية الكويتية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. من جانبه أشاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمق العلاقات المصرية الكويتية قيادة وشعبا وأهمية دفعها لآفاق أوسع. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس وزراء الكويت، والذي رحب بالسيد الرئيس في بلده الثاني الكويت. ثم استكمل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المباحثات مع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر المبارك الصباح ولي عهد الكويت في قصر بيان. والذي حرص على توديع السيد الرئيس في نهاية زيارته لدولة الكويت وكذا أعضاء السفارة المصرية في الكويت عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن.